اهلا وسهلا بكم في الاستوديو. تحليل مباراه الهلال امام اولمبيك شليف الجزائري، هذه المباراه طبعا هي المباراه الثانيه بعد المباراه الاولى اللي تعادل فيها الفريقين باستاد الهلال بام درمان. سنعود ما بين الشوطين للحديث عن مباراه المريخ وتيب مازمبي اللي انتهت ايضا بالتعادل، وطبعا خرج المريخ من بطوله ابطال الدوري هذا العام. وسنعود ايضا طبعا بالتاكيد للحديث حول احداث وتفاصيل الشوط الاول بالنسبه لمباراه الهلال امام اولمبيك شليف. الان ننتقل الى الزميل حاتم التاج للتعليق على هذه المباراه. زميل حاتم، الميكروفون معك، تفضل. شكرا كابتن رشيد. اذا انطلقت مشاهدينا الكرام هذه المباراه، وكما نشاهد ونتابع دقيقتين الهلال في مدينه شليف الجزائريه ضد فريق جمعيه اولمبيك الشرف الجزائري، في مباراه ايضا تكون في غايه الصعوبه. طبعا الهلال يريد تعويض ما فات في ام درمان، تعويض التعادل الايجابي في ام درمان. التشكيل المعز محجوب، ديمبا باري، صالح الامين، عبد اللطيف بوي، نزار حامد، بش، عمر بخيت، على الدين يوسف، كاريكا سادومبا، ومهند الطاهر. هذه التشكيلة بالنسبة لفريق الهلال. سادومبا في محاولة أولى ولكن في خطأ محتسب لمصلحة فريق شليف الجزائري، أو في الصعود في اللقطة الماضية. شوف المحاولة، خطأ على اللاعب في التدخل مع سادومبا في كرة ملعوبة، تحولت الآن لمصلحة فريق الهلال. كرة رأسية منقولة للأمام، سادومبا يبقى في المقدمة بجانب أيضا كاريكا. عمل كبير مطلوب من هذا الثنائي في الانطلاقات السريعة وفي عكس الهجوم. كرة منقولة للفريق الجزائري والتسلل على سادومبا. غانم محمد، محافر، سمير زازو، عمير محمد، زادو زاوي، ودادش محمد، علي حقي، وأيضا عبد السلام بوصالي سوغار، وأيضا مسعود محمد في التشكيل بالنسبة للفريق الأحمر، فريق جمعية أولمبي شليف الجزائري. كاريكا يلعب الكرة، يعود للخلف في هذه المباراة، في هذا التشكيل، في هذه أيضا المعركة الرياضية الكبيرة الموجودة في مدينة شليف الجزائرية. طبعا الهلال في انتظار سيناريو وحيد، التعادل بهدف لكل فريق يمر لركلات الترجيح، وزيادة في التعادل لمصلحة الهلال. الآن نقصان سلبي طبعا في مصلحة شليف الجزائري، بعد ذلك الانتصار لكل فريق يؤمن المشوار. هذه هي الحظوظ والقراءات والأوراق الموجودة في هذه المباراة. كرة منقولة والتحول مباشرة لمصلحة فريق الهلال. بدار السنغالي حكم المباراة، مباراة الهلال حكم السنغالي. أتمنى أيضا أن يكون التحكيم بصورة جيدة، وخاصة من هذا السنغالي. كرة منقولة لمدسر كاريكا، محاولة للمرور بالسرعة القصوى من كاريكا، لكن الكرة مقطوعة، واصطياد للكرة كان سريع جدا من العوامري أمين. الكرة تتحول الآن، صراع على الكرة، محاولة الانطلاق من جانب أوسالي البوركيني، هو اللاعب الأخطر في المقدمة، أيضا بعودة المهاجم مسعود اللي كان غاب في لقاء أم درمان. هذا اللاعب أيضا يجب أن يجد العناية الخاصة والمراقبة الخاصة، على اعتبار أنه يشكل العديد من الخطورة. هو لاعب هداف سواء في الدوري المحلي أو سواء مع فريق جمعية شليف. شوف سيف مساوي في المرور والعودة للسيف، العودة للمشاركة، العودة للانطلاقة مع دفاع الهلال في هذه المباراة. كما أن الأدوار الهجومية مطلوبة أيضا، بكل تأكيد عمل كبير ينتظر خط الدفاع الهلالي في هذه المباراة. محاولة للانطلاق من جانب فريق الشليف، تمرت الكرة السريعة من زاوس محمد، المقطوعة هلالية، نزار حامد، كرة ممتازة للأزرق داخل منطقة الجزاء، فرصة، الكرة حائرة وضائعة وتنتظر من يسجل في المرمى. كرة مرت وتحولت، هذا هو السيناريو الأمثل، هذا هو السيناريو الأمثل، أن يفيق الفريق الجزائري على واحدة مرتدة. شوف نزار حامد، كرة ممتازة، جميلة جميلة، بش يحاول، والضربة ركنية للأزرق الهلالي في هذه المباراة. كرة
كانت هي كرة الهدف. شوف الغزال الأسمر سدد الكرة، لكن الحارس غاني محمد حارس ممتاز، هذا الحارس في شاهدناه صد العديد من الكرات وأبعد العديد من الكرات بالنسبة لفريق الهلال في مباراة أمدرمان. ضربة ركنية، ضربة ركنية على يسار غاني محمد، ملعوبة من جانب مدسر كاريكا، تمر الكرة من الجميع وتتحول في انطلاقة من جانب زادو سمير، إرسال الكرة الأمامية زادو سمير، لكن الكرة مرت وتحولت مباشرة لرمية التماس. في واحدة كان ممكن تغير الحسابات، في واحدة طلعت مهند الطاهر، تسديد مهند الطاهر لو وفق في التسجيل لانقلبت الموازين. كرة ملعوبة الآن عالية أمامية، الرأسية مقطوعة للفريق الجزائري، تصبح الكرة حائرة مقطوعة من جديد. كرات جزائرية، نزار حامد يقوم بدور ممتاز يلعب الكرة، لكن كاريكا الكرة مرت وتحولت مباشرة لتجد المدافع زادو السمير، الانطلاقة من جانب العوامري والمحاولة، الكرة مرت لسالي لكن مقطوعة هلالية. بشا يمرر الكرة لنزار حامد، الانطلاق من جانب نزار، يلعب كرة أمامية سريعة، المرور من جانب بشا وإبعاد الكرة. شعر الفريق الجزائري بالخطورة الهلالية الموجودة في أول الدقائق. الآن ملعوبة من جانب سادومبا لكن غير مركزة، ترجع الكرة لسيف مساوي، كأنه الهلال يلعب في مدرمان. شوف الضغط على الفريق الجزائري منذ البداية. زعلان حارس المرمى، يعاتب لاعبيه، يعاتب مدافعيه. الكرة تمر وتتحول على الجهة اليمنى، منقولة من زاوش، زاوش ينقل كرة للغربي صبري، يحاول المرور، يحول الكرة أمامية للفريق الجزائري في انطلاقة سريعة من جانب مسعود، لكن مقطوعة هلالية في الوسط. علاء الدين يوسف يمشي الكرة مع نزار حامد، لكن تعود مقطوعة لمصلحة فريق جمعية أولمبي شليف، ليرسل الكرة خطيرة لوسالي، خطيرة الكرة يا ستار، كرة كانت في منتهى الخطورة، التمرير والمرور من جانب اللاعب البوركيني، لكن الكرة تحولت الآن في وسط الملعب. عمر بخيت، مباراة سريعة فيها إيقاع سريع وفيها تحرك سريع من اللاعبين، والتمرير الآن من جانب كاريكا، عودة للخلف، مدسر كاريكا يعود لعمر بخيت، عمر بخيت يرسل كرة أمامية، عمر بخيت لكن مقطوعة، تعود من جديد، كرات سريعة وارتدادات سريعة لكن التركيز فيها مطلوب. بشة الكرة مرت من بشة وتحولت لرمية التماس، رمية التماس أولمبي شليف الجزائري والهلال في ملعب محمد بومرزاق في مدينة شليف. لقاء منتظر أن يكون في غاية الصعوبة، لقاء طبعا كما ذكرنا، لكن على فريق الهلال أن يلعب، أن يباغت، أن يسجل هدف وحيد في المباراة، وبعد ذلك يمشي الهلال النتيجة، على اعتبار أنه هذه النتيجة السلبية الآن الحادثة أمامك في الملعب هي تؤهل الفريق الجزائري، باعتبار نتيجة أمدرمان اللي كانت مفاجأة للجميع وكانت أيضا لهذا المدرب السعدي نور الدين. إذن خطأ محتسب لجمعية أولمبي شليف الجزائري، فريق اللي عانى في التاريخ كثيرا، اللي عانى في أيام في كرة خطيرة تمر الكرة وتتحول بصافرة. غارزيتو المدرب الهلالي، الجماهير تنتظر الكثير من هذا المدرب وتنتظر الكثير، لأنه غارزيتو يلعب مع فريق الهلال بطولة إفريقية، الهلال كون فيها اسم كبير ووصل فيها للمراحل المتقدمة، وبالتالي على هذا المدرب أن يحقق النجاحات ويسير في الاتجاه الصحيح، وإلا ستكون المعارضة شديدة. طبعا منقولة من جانب عمر بخيت، ينقل كرة صالح الأمين، صالح الأمين، عبد اللطيف بوي موجود على الجهة اليسرى، بوي إرسال كرة أمامية والكرة داخل منطقة الجزاء في منتهى الخطورة لمصلحة الهلال. سادومبا يحاول، الكرة ما زالت خطيرة، وسادومبا يدخل منطقة الجزاء، محاولة لعكس الهجوم اصطدمت
في اللاعب وتحولت لضربة ركنية. إذا كان سادومبا في يومه وإذا كان كاريكا في يومه سيعاقب الشلف كثيرا في المنطقة الخلفية. فقط لا يلعب سادومبا كما لعب في مباراة درمان، مباراة للنسيان بالنسبة لسادومبا. كرة منقولة الآن تحولت هلالية عن طريق الغزال الأسمر اللي سجل هدف رائع في المباراة السابقة، وكرة ملعوبة قبل أن يعود فريق الشلف ويستدرك ويعود ويحقق التعادل في هذه المباراة. كرة منقولة تحولت هلالية، تمت الصحافة الجزائرية بهذا اللقاء وحذرت كثيرا جمعية أولمبي شلف لاعتبارات كثيرة لمتابعات كثيرة من جانب الصحافة الجزائرية الصادرة في هذا اليوم. كرة منقولة وتحول سريع أمامك نزار حامد في قتال مستمر، والكرة تتحول أقصى اليمين سريع الأولمبي شلف، سريع في المرتدات عموما الكرة الجزائرية، كرة سريعة. الآن كرة تحولت لمهند الطاهر، أدوار الصناعة مطلوبة، لعب كاريكا وسادومبا، الكرة تمر لمدسر كاريكا في مراوغة. يا السلام يا السلام يا السلام، هيأ الكرة لكن الكرة مقطوعة، الكرة مقطوعة وتحولت مرتدة سريعة. سريعة الكرة، يا ستار يا الله يا ستار يا الله، من هفوة الدفاع، الهفوة التي نقلت الهجمة من خطورة على مرمى الشلف الجزائري إلى خطورة قائمة حتمية على الفريق الهلالي في كورة شوف يعني هي هدف. الجماهير تحسرت والجماهير يعني في لقطة الكورة يعني في غاية الصعوبة، سيجار محمد في لحظة كاد أن يقلب الموازين. سلامات للمعز محجوب، سلامات، الكورة سريعة، قلت لكم أن هذه المباراة سريعة ومفتوحة وغير مقلقة. يعني الهلال يلعب للأمام، الهلال لا يلعب ليسجل هدف، وهذا أمر طبيعي ليعوض ما فات في مدرمان. بالتالي مع هذا الاندفاع، مع هذا التقدم للأمام، لابد أن يعرف ديغو غارزيتو كيفية إيقاف المد الجماهيري الجزائري بإيقاف لاعبي جمعية أولمبي شلف الموجودة في أرضية الملعب، ملعب محمد بو مزراق في مدينة شلف اللي تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن العاصمة الاتجاه الغربي. والأجواء في هذا الملعب كما أتت أجواء طيبة، الجو صحو جميل ومثالي لأن تلعب كرة قدم جميلة. شوف الهفوة، وينك يا صالح، وينك يا صالح في اللقطة الماضية المشابهة في ملعب أم درمان، تأخر صالح فتعادل شلف الجزائري سريعا. لكن على هذا الدفاع عمل كبير، صالح الأمين، سيف مساوي، الخط الخلفي، بوي بشا المساند، كل هذا الرباع يجب أن يتعامل. وشوف الجالية السودانية، وشوف أحباب الوطن في كل مكان، وشوف أطفال الوطن في كل مكان بعلم الوطن. والله هي الرسالة الكبيرة القوية الجميلة لهذه الرياضة اللي تنقل علم الوطن بين الأشقاء في العرب وفي الأصدقاء في إفريقيا، وتنقلك أيضا للملاعب العالمية، وتمثل الوطن خير تمثيل الرياضة بالشكل المطلوب والجميل. فيها عوامل كثيرة، صحيح أنه نبحث فيها عن عامل أساسي هام هو الانتصار، التأهل، المرور، لكن مع المشاركة، مع التواجد في إفريقيا، مع أن يعرف هذا الفريق الهلال السوداني الذي يأتي من السودان، يتحدث الناس عن السودان، من لا يعرف بأمور كثيرة، من لا يعرف بالصناعة وبالسياسة وبالاقتصاد، من لا يعرف البلد يعرف بالرياضة، والدلائل كثيرة والمؤشرات كثيرة. كرة منقولة الآن تحولت في وسط الملعب، الانطلاقة من جانب عمر بخيت، إرسال كرة من عمر بخيت، تحول على الجهة اليمنى من جانب بشة، نقلات هلالية
تحولت على الجهة اليسرى، الهلال يبحث عن هدف، هذا أمر طبيعي، لكن يجب أن يبحث مع الهدف عن الحذر والانتباه وكل التركيز في المنطقة الخلفية. الفريق الجزائري لا يهاجم كثيرا ولكنه يجيد اقتناص الفرص. هنا التمريرة، لكن وينك كاريكا؟ تمريرة سادومبا أقرب للمدافع الزاوي، خلص الكرة انطلاقة للأمام، محاولة المرور من جانب أوسالي لكن قطع الطريق السريع. وشوف مباراة لا تمنحك فرصة لالتقاط الأنفاس، مباراة فيها سرعة وفيها أداء وفيها أيضا أمل. ممتاز يا نزار، ممتاز يا نزار، يلعب الكرة لكن الكرة مقطوعة. شوف حماسي، حماسي نزار حامد ينطلق من الجهة اليمنى لليسرى، يتحرك في منطقة الوسط، يريد أن يضيف في هذه المباراة بصمة، ولكن العمل مطلوب لأنه الهلال في غفلة، وفي أيضا الهلال في لحظة فوت فرصة كبيرة جدا وهي الانتصار في ملعبه ووسط جماهيره، لكن الآن حزم الحقائب للتعويض في أرض المليون شهيد. كرة منقولة تحولت الآن سريعة على الجهة اليسرى، مشوار هلالي سريع، مشوار سريع في محاولة من جانب علاء الدين يوسف، علاء الدين يوسف يعكس كورة، والكورة وين؟ راسية مقطوعة من جانب عبد السلام الشريف. الكرة تتحول أقصى اليسار وانطلاقة للأمام لسادومبا، لكن حارس المرمى غاني محمد، الحارس القوي، الحارس الكبير اللي أدى أداء كبير في أم درمان، وجعلنا نتعرف على حارس كبير قادم في الكرة الجزائرية غاني محمد. مباريات تستمر وجولات تحسم وفرق تتأهل، والحسابات تكون في هذه المباراة أيضا حسابات واضحة. الفائز إلى دوري الأبطال في مجموعة في مرحلة المجموعات، والخاسر يتحول أيضا إلى الكونفدرالية في نظام المتبع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أول 20 دقيقة تعادل أبيض في دقائق مرت سريعة من سرعة اللقاء وسرعة المباراة. فريق الجزائري في أرض وسط جماهيره لم يجد نفسه إلا من فرصة واحدة خطيرة كانت الآن مقطوعة لمصلحة فريق الهلال. التحول للأمام، تعود الكرة من جانب بنطوشة، يلعب كرة للأمام، يلعبها مسعود، ولكن التدخل هلالي والصافرة السنغالية والخطأ لمصلحة فريق أشلف الجزائر. هنا التدخل وعبد اللطيف بوي، الخطأ والبطاقات الملونة يجب أن تكون أيضا في الحسبان، لكن في مرحلة قادمة فيها مجموعة فيها 6 مباريات، الأهم في هذه المباراة هي مباراة عبور، مباراة طريق، مباراة اتجاه، والعمل يجب أن يكون فيها مطلوب. كرة ملعوبة تحولت لمصلحة أولمبي شليف، يلعب كرة أمامية مخطوفة بالرأس هلالية، تحولت الآن كرة أخرى تعود والانطلاقة للأمام في وسط الملعب. نزار حامد مرر الكرة وبشة، ينطلق بشة مع الكرة، محمد أحمد بشير يلعب الكرة الكاريكا. شوف في نقلات هلالية، في سيطرة هلالية، في تمرير هلالي، لكن الفعالية المطلوبة هي أمام منطقة جزاء أولمبي شليف. الآن استلام ممتاز لمهند الطاهر، يلعب الكرة لسادومبا، منقولة أقصى اليسار، كأنك تلعب في مدرمان، كأنك تلعب في مدرمان في هذه اللمحات، في هذه اللقطات اللي فيها سيطرة هلالية، لكن يجب أن لا تكون المسألة مجرد سيطرة، يجب أن تكمل بالأهداف، لأن الأهداف هي التي تمر بالفريق للمرحلة القادمة. كرة منقولة تحولت الآن لسيجار، يعود سيجار محمد للخلف في كرة ملعوبة لفريق أولمبي شليف لأوسالي، لمسة اليد مرت على السنغالي، الكرة تمر الآن نقلات، يا سلام، لعب كرة بفنيات كبيرة الفريق الجزائري، واللاعب مسعود عمل كرة على طريقة ميسي وكريستيانو والكبار في اللقطة الماضية، أعجبتنا طبعا الكرة، الجميل جميل، ولكن الجميل يأتي بأقدام اللاعبين
بالفرسان الزرق في هذه المباراة. شوف المخرج لابد أن يرجع طبعا للقطة مثل هذا النوع، ولو أن التسلل فيها موجود. كرة الآن للأمام، محاولة رأسية ملعوبة تتحول هلالية، الفرصة أمامك والمراوقة، والحكم يعتبر المشاركة عادية. لنقول بدارة دياتا، أوه الكرة خطيرة منقولة للأمام، لكن بالرأس ترجع من جديد، ومحاولة للاصطياد، تعود أيضا كرة جزائرية منقولة للأمام لتمر وتتحول لرمية التماس، رمية التماس من محمد أحمد بشير بشة. انطلاقات بشة، زيادة بشة العددية، مساندة بشة للهجوم دائما، اللاعب الذي يأتي من الخلف. بشة الآن في مشوار، في حوار، في انطلاقة، يلعب كورة لمين؟ لمين؟ متأخر، متأخر فيها سادومبا، والكورة بعيدة، مرت وتحولت مباشرة لتكون ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة جمعية أولمبي شليف، الفريق اللي يبحث عن الحاضر ما دام التاريخ كان فيه معاناة كثيرة لهذا الفريق، ويحاول أن يكتب بحروف من نور تاريخ جديد. وفي أي مسابقة في دوري الأبطال، في المسابقة الكبرى، يريد أن يعوض جماهيره ما فات في الدوري، خاصة في هذا الموسم كان في العديد من العثرات، لكن بدأ يعيد ويرتب أوضاعه الفريق الجزائري. كرة منقولة تعود للخلف، بنطوشة يلعب الكرة في وسط الملعب لبوحافر، العودة للخلف للفريق الجزائري، يلعب الكرة الأمامية على حدود منطقة الجزاء، مسعود يشكل خطورة، سيجار يشكل خطورة، وأيضا أسالي البوركيني مصدر خطورة، لكن الخطورة يجب أن تكون هي الأكبر على دفاع أولمبي شليف من الزيمبابوي ومن الوطني كاريكا. كرة تعود لتتحول مباشرة، شوف يعني حتى التكتيك المرسوم من سعد نور الدين، في احترام كبير لفريق الهلال، لاحظ الى الان شوف كل اللاعبين أولمبي شليف موجود في النصف الخاص بملعب الفريق، يعني هو يتراجع، هو يلعب في ملعب وسط جماهيره، لكن يقدر تماما حجم الفريق المنافس، وبالتالي يلعب على الخط الدفاعي، يلعب على المرتدات. نشاهده يهاجم في لحظات محدودة، وهو يعتمد في حالة فقدانه للكرة، يعتمد على التكتل الدفاعي. عموما هذا الأمر يمر أمامك، والوقت أيضا يمر، التعادل ما زال سيد الموقف. الهلال تحرك في الجزئية الماضية، في الدقائق الماضية، لكن نريد أكثر تركيز داخل المرمى، والتهديد الحقيقي ليكون في المرمى. في مجمل الكرات الهلالية، لتحدث بلغة الأرقام، الهلال سدد لقطة واحدة خطيرة كانت على فريق أولمبي شليف من مهند الطاهر، وبعد ذلك كان في استحواذ لكن ليس بالخطورة الكبيرة. شوف جماهير الملعب ممتلئ عن آخره، ملعب ليس من الملاعب الكبيرة، ولكن بقدر الحجم، بقدر المقاعد، مدينة شليف الجزائرية وجماهير هذا الفريق تساند الفريق الأكبر في المدينة، الفريق الممثل للمدينة. الكرة تتحول الآن على الجهة اليمنى، انطلاقة وتسديدة أمامية، استلام في وسط الملعب عمر بخيت، وحكم المباراة يحتسب المخالفة، يحتسب المخالفة السنغالي بدارة، ملعوبة عالية مباشرة، محاولة لمباقتة حارس المرمى المعز محجوب، ولكن الكرة مرت وتحولت لضربة مرمى مع المعز محجوب، ضربة مرمى، والفريق الجزائري يلعب على هذه النتيجة ويلعب على أن يحرز هدف. فريق الهلال يلعب أولا للهجوم، لأنه نتيجة التعادل بهذا الشكل لا تخدم أبدا مصلحة الفريق الأزرق. يفكر فريق الهلال في أن يسجل هدف، وبعد ذلك المسألة تكون أحسن بالنسبة للفريق الهلالي، على اعتبار أنه حتى ولو كان التعادل الإيجابي هدف لكل فريق، بعد ذلك تكون ركلات
ترجيح صحيح غير مضمونة، نريد الانتصار بأقدام اللاعبين مباشرة من هدف من هدفين، ولكن العمل يظل والأمل يظل وتبقى كل السيناريوهات مفتوحة. كرة مرت وتحولت لرامي التماس، رامي التماس مع فريق الهلال، بشا، تمريرة من بشا نزار حامد، حرك بشا جيدة نزار حامد فيما مضى من وقت هذه المباراة، الكرة مرت من بشا وتحولت مباشرة لرمية التماس ملعوبة من زادو سمير، زادو سمير العودة للخلف والألعاب النارية الموجودة دائما في الملاعب في شمال إفريقيا وبصفة خاصة في الجزائر. الآن المحاولات من جانب الجماهير لتدفع اللاعبين للأمام، فريق الهلال في حالة اندفاع، فريق أولمبي شليف لابد أن يحسن تماما صناعة المرتدة، صناعة التمريرة من وسط الملعب والانطلاق الأمام لنستفيد كل الفائدة من سادومبا ومن كاريكا. هنا المحاولة والتدخل من جانب عمر بخيت، عكسية ملعوبة للفريق الجزائري، زادوا العودة مباشرة لحارس المرمى غاني محمد في ضغط هلالي من سادومبا وكاريكا، لكن التمرير يبقى لمصلحة جمعية أولمبي شليف، إرسال كرة للأمام والانطلاقة السريعة في محاولة للفريق الجزائري خطيرة لكن مقطوعة، والبحث ما زال جاري عن الكرة، الكرة تتحول على الجهة اليمنى في انطلاقة سريعة من جانب مسعود، يعلي كرة لسيجار في منتهى الخطورة، الكرة الجزائرية، يا الله يا الله، الكرة مرت الكرة الخطيرة وتحولت مباشرة أمام من أمام مسعود، مسعود محمد العائد للمشاركة، شوف سيجار هيئ الكرة ومر هذا اللاعب الخطير الذي لابد أن يحظى بعناية خاصة من لاعب الهلال ومن غارزيتو. كرة تتحول الآن على الجهة اليمنى وسريعة ملعوبة جزائرية لكن مرت عند حارس المرمى المعز محجوب، يبدأ المشوار المعز يلعب كرة للأمام، الرأسية مقطوعة تعود في وسط الملعب، تتحرك هلالية بأقدام مهند الطاهر على الجهة اليسرى على دين يوسف، عمر بخيت للتمرير مباشرة، تقدم جانب سيف، كرة للأمام لكن مرت وتحولت مباشرة لتكون ضربة مرمى لمصلحة جمعية أولمبي أتشلف، فريق اللي انتصر بأهداف وافرة، الفريق اللي تعادل على هذا الملعب أمام الفيتا كلوب ورجع وسجل 3 أهداف خارج ملعبه، تعامل مع المباراة، التبديل يأتي سريع، لابد أن يكون طبعا متعلق بإصابة، يخرج تماما البوركيني، وسايدون أمين يدخل إلى داخل أرضية الملعب في تبديل أول، أظنه وبشكل كبير أنه اضطرار الإصابة، كرة ملعوبة للأمام، رأسية مقطوعة من جانب نزار حامد، للعب بشكل قوي كما قلت هذا اللاعب نزار حامد في الجزئية الماضية، أتمنى أن يستمر كذلك، العودة السريعة لحارس المرمى والانتباه مطلوب من جانب صالح الأمين، سيف مساوي، الكرة والإرسال للأمام، الرأسية محولة سريعة لكن غير أيضا مضمونة، تتحول بأقدام أولمبي شليف في انطلاقة خطيرة، في انطلاقة لكن في خطأ، في خطأ، الفريق اللي يعتمد على السرعة في حالة حصوله على الكرة ويعتمد على الانطلاق السريع، شوف الخطأ مع عبد اللطيف بوي في انطلاقة سريعة جزائرية لكن أوقفت بالصافرة السنغالية، الآن الكرة ملعوبة مع سيف مساوي، سيف في مشواره في وسط الملعب، لاعب اللي أجاد في خط الوسط والأجاد في خط الوسط كثيرا، ومحاولة للم الكرة من بشة لكن مرة تحولت لضربة ركنية، لو أخذ اللاعب كان الخطورة الكبرى ستكون قائمة، الآن الضربة الركنية لمصلحة فريق الهلال على يسار حارس المرمى غانم محمد، والمتابعات الكثيرة والمحاولات الأكثر، الآن كرة تمررت تعود لمهند الطاهر، يرفع كرة عالية أمامية بالرأس، الكرة مرت
ينتبه من المرتدة، إيقاف الكرة مطلوب، تعود الكرة هلالية على الدين يوسف في محاولة للمرور لكن أيضا مقطوعة، ترجع من سيف مساوي. يا السلام، تمريرة جميلة جميلة لمهند الطاهر، يمر الكرة لكن 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 فرصة، الهدف الهلالي، الهدف الهلالي للحظة اعتقدت بأنه فيها صافرة للحظة، لكن الكرة مرت، الكرة مرت والهلال مر، والتسجيل هلالي سوداني في أرض شليفة الجزائري. سجود شكرا لله، سجود شكرا لله في لقطة، شوف المرور فيها، يا ماكر يا ماكر، خروجك سليم، خروجك سليم يا كاريكا، والكرة بأقدام على الدين يوسف. شوف شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، مرر الكرة، الهدف الهلالي، الفرحة الهلالية والارتياح لجارزيتو. بداية المشوار جميل، وبداية الخطوة رائعة، وبداية التحقيق جميل. الآن الهلال حقق المطلوب الأول، سجل الهدف الأول، سجل اللقطة الأولى، عمل المنعرج الأول في هذه المباراة، مباراة أولمبي شليف الجزائري. بعد ذلك كمل المشوار يا فرسان، كمل المشوار بتأمين الدفاع والبحث عن الثاني، لكن البحث عن الثاني يكون أولوية ثانية. الأول أن نؤمن الخطوط ونؤمن الدفاعات. كاريكا في لحظة يتعملق، يصبح كبيرا كبيرا، ويهيئ كورة، يخرج في مكان سليم ويتلقى تمريرة سليمة. سادومبا الآن، سادومبا الآن يلعب الكورة، لكن ملعوبة سهلة مرت وتحولت لحارس المرمى غانم محمد. مباراة جميلة كبيرة للأزرق الهلالي، حتى الآن الهدف جميل والانتصار والتفوق، لكن التركيز حتى النهاية يا شباب. كرة في وسط الملعب، تعود من سيجار، ملعوبة الفريق الجزائري اللي وجد نفسه في امتحان حقيقي في الدقائق الماضية من جانب فريق الهلال، في عزيمة، في روح، في إصرار، وبالتالي أتت الثمار. انتباه من الخطأ، انتباه، الكورة يا الله مرت، يا الله مرت الكورة الصعبة، علي حجي، علي حجي بالقدم اليمنى. الفريق الجزائري في حالة أنه يجد الفرصة يكون خطير، هذا معروف عن الفريق الجزائري، عن أولمبي شليف. لذلك لا نمنح الفرصة، لا نمنح المساحة، لا نمنح الحرية الحركة في خط المقدمة. الآن التدخل مطلوب، الاستراتيجية لابد أن تكون واضحة ومعروفة ومرسومة. العب على تأمين خطوطك، اضغط على حامل الكرة، دافع بعيدا عن المناطق الحرجة والخطرة، وابحث عن الهدف الثاني ما دمت تملك لاعبين بقيمة سادومبا وكاريكا في المقدمة. الآن كرة ملعوبة تحولت، ومرور بصورة سريعة الفريق الجزائري لمسعود، مقطوعة تعود، مقطوعة تعود هلالية، لكن الاستحواذ لم يكتمل والكرة مرت، والمشاركة اعتبرت عادية من السنغالي وسط الملعب. الآن انطلاقة سريعة للفريق الجزائري، ينقل كرة أقصى الجهة اليسرى، منقولة من جانب علي حجي، التدخل عبد اللطيف بوي، وتسديدة من بعيد تحولت لضربة ركنية، يشير حكم المباراة. فريق الجزائر الآن خلي بالك سيندفع، خلي بالك سيتقدم، خلي بالك سيحاول، وبالتالي لابد أن تعمل على اصطياده من الخلف. الآن كرة منقولة، انطلاقة سريعة، هذا هو المطلوب، يلا الانطلاقة من جانب العملاق نزار حامد، العملاق في هذه المباراة، رجل وسط الملعب الأول حتى الآن يلعب كرة ممتازة لساسة. لابد من مهارة يا سادومبا، استلم الكرة صح، استلم الكرة صح يا زيمبابوي. سادومبا حتى الآن ليس هو سادومبا الموسم الماضي، ليس هو سادومبا هداف الأبطال بالسبع أهداف، لابد أن يظهر سادومبا، لابد أن يظهر الآن هذه المباراة. إن كان في الأمر في مباراة مدرمان بعض الظروف، بعض الأشياء، الآن تعود وتسجل، تعود لهذه هي الأدوار الكبيرة المنتظرة. كرة منقولة، نزار حامد، محاولة من جانب نزار، ينطلق نزار حامد، يلعب الكرة، لمسة تبادل لتتحول هلالية، ومنقولة لنزار حامد، الكرة ما زالت هلالية، يلا نزار، يلا نزار، الكرة لو تهيأت مرت وتحولت لضربة ركنية، لأنه الثاني يريح،
الثاني يريح أمام هذا الحارس غاني محمد. فريق الهلال يؤدي مباراة كبيرة جدا، مباراة كبيرة جدا عبر الشوط أول. فاجأ الشلف، فاجأ الجمهور، وفاجأ المدرب أيضا سعدي نور الدين. الآن ضربة ركنية على اليمين تأتيك، ركنية هلالية عالية والرأسية ملعوبة لتتحول الآن لمصلحة فريق الهلال. أمن سيف، الكرة على الجهة اليسرى، مدالة هلالية منقولة في محاولة، بشا يطارد الكرة ولكن الكرة أسرع، الكرة أسرع، والعودة للتأمين لابد أن تكون أسرع في هذه المباراة. لو اندفع شلف الجزائري فيها كثير من هذه الكرات المشابهة. شوف الكرة مرت والتسجيل أتى، والهدف الهلالي الأول هو لحظة المباراة الأولى. الآن أعمل على ترتيب الأولويات بالشكل المناسب بالصورة المناسبة للوصول للأهداف، والأهداف تعني تحقيق الغايات والأهداف. الكرة الآن على الجهة اليمنى منقولة من جانب بشا، التمرير لكاريكا، كاريكا مع الكرة، العودة للخلف. لا لا، الهلال يلعب مباراة جميلة، يلعب مباراة جميلة، يسيطر، يستحوذ، ولا حتى في مبارياته الأخيرة غابت اللمسة الجمالية. لنتحدث بصراحة عن فريق الهلال في مباريات سابقة كثيرة حتى في بطولة الدوري الممتاز يكون الأداء صحيح، أنه هذه بطولة وتلك أخرى، ولكن لنتكلم على العموم. الجماهير الهلالية تحدثت عن الشكل الهلالي، عن التمريرات، عن الاستحواذ الهلالي الآن يقدم في هذه المباراة، ولكن فقط يجب أن توافق هذه المعطيات، توافقها أيضا المسألة التركيز في المقدمة والتركيز في الخط الدفاعي. هذا الفريق في الأهداف فريق خطير، يعني هو قد ينوب كل المباراة ولكن يصحى ويكون موجود على هدف. شاهدناه وتابعناه ورصدناه من خلال مبارياته السابقة، ولكن لابد بالضغط وبأيضا بالقوة وبالاندفاع القوي يكون على تأثير التنويم المغناطيسي الهلالي حتى نهاية المباراة. كرة ملعوبة، سعد نور الدين محتار وتبقى محتار، والكرة منقولة للهلال أمام صاحب الدار. الآن منقولة زرقاء لكن مقطوعة تعود للفريق الجزائري. شوف الفريق اللي يحاول أنه يبني شكل، منقولة سريعة عن طريق سيجار لتحول من اليسار في محاولة الهروب من الرقابة، كرة عالية ولكن الرأسية حاضرة من جانب بشا تتحول على الجهة اليسرى، رمية تماس مع زادو سمير يلعب التماس، تمر الكرة والكرة أبعدت وتحولت مباشرة لتكون رمية تماس لأولمبي شلف الجزائري. شوت سريع في هذه المباراة، مباراة مفتوحة. شوف نزار المقاتل، نزار حامد في هذه المباراة عبر الشوط الأول أداء 10/10. مخالفة لمصلحة فريق الهلال، المخالفة ملعوبة على حدود دقيقة 41. التقدم أزرق هلالي في مدينة شليف الجزائرية. كرة تمر وتتحول مباشرة لرمية تماس ملعوب، جزائري في محاولة للانطلاق وإرسال كرة على الجهة اليمنى، سريعة من الفريق الجزائري يحاول العودة في المباراة. شوف يلعب كرة أمامية ومن جديد في محاولة خطيرة، ولكن الإبعاد يأتي دفاع هلالي. تتحول الكرة من جديد في مطاردة في انطلاق الأمام، بحافر توفيق يحاول، بحافر الكرة مرت من بحافر وتحولت لرمية تماس لمصلحة فريق الهلال. أشار إلى الكرة وكاريكا، سلامات لكاريكا، تمنى أن يكون كاريكا في التقاط الأنفاس وأن لا يتعرض لإصابة حقيقية. عموما الكرة فيها نقاط كثيرة يمكن أن تقال مع كابتن رشيد وضيوفه. إذن
الهلال عبر الشوط مميز ومميز جدا عبر هذه المباراة. الشوط خلينا نتكلم بكل صراحة، يعني الأفضل بالنسبة للفريق الهلالي على بعد أكثر من مباراة، يعني أكثر من مباراة ترجع يذكرك بالزمن الجميل للأزرق، بالأداء الجميل للأزرق في البطولة الإفريقية. عموما كملوا المشوار عبر الشوط ما تبقى من الشوط الأول، وأكملوا المشوار وأكملوا المجهود الذي بدأ وانطلق عبر شوط اللعب الأول عبر الثاني، وكملوا الصعود لدوري الأبطال. كرة ملعوبة طبعا مرحلة المجموعات، رمية التماس ملعوبة تعود لأبو حافر، إرسال كرة أمامية في مكان خطير، سيجار والكرة وتدخل من جانب المعز محجوب. خلي بالك سيجار يهرب على اليسار وينطلق أحيانا ليمر على اليمين ليشكل الضغط على الهلال. شوف الكرة في لقطة فيها خطورة كبيرة، الآن انطلاقة هلالية. يا سلام المرور والخطأ، والخطأ والبطاقة يجب أن تكون قريبة يا سنغالي، يا سنغالي. الكرة في اللقطة وفي التدخل، شوف كاريكا في مرور والتدخل بكل قوة من الزاوية، والبطاقة الصفراء بالفعل. الزاوي سمير، الزاوي سمير، ما في حل. أوقف كاريكا بالقوة الزائدة، بالخشونة الزائدة. كاريكا مهاري، سادومبا مهاري. لو يلعب سادومبا، لو تعود لسادومبا القوة والانطلاق والمهارة، سادومبا كان يلعب بشكل مختلف. ما زلت أصر على رأيي أن سادومبا حتى الآن في انتظار التأكيد منك، في انتظار التأكيد منك يا زيمبابوي، حتى الآن لم تقدم ما قدمته في الموسم الماضي. عموما الكرة والخطأ لمصلحة فريق الهلال. علاء الدين يوسف وكاريكا، علاء يلعب الكرة ملعوبة ومحاولة للتسديد الجملة، ما كملت الدفع، يمر على حكم المباراة، والتحول سريع جزائري، لكن المتابعة أيضا موجودة، والصحوة الدفاعية تحول الكرة لتكون رمية تماس. سيف مساوي، خبرتك، اجتهادك، كل ما استجمعته في هذه المنطقة يجب أن يكون حاضر. كرة منقولة الآن من جانب اللاعب سيجار، مزعج سيجار، يعود للوسط، ينطلق للأمام، يتحرك، أكثر لاعب تحرك في الفريق الجزائري. كرة الآن على الجهة اليسرى، تعود ومحاولة في ضغط على دفاع الجزائري، إبعاد الكرة للأمام والتحول مباشرة لمصلحة فريق الهلال مع محمد أحمد بشير بشة، مع بشة ومع أيضا الوقت المحتسب في الشوط الأول. أضاف الحكم دقيقتين. الآن انطلاقة سريعة، سريعة خطيرة، ولكن الكرة مقطوعة، الكرة مقطوعة. انتبه يا راجل، انتبه يا راجل، الكرة فيها استخلاص والآن مقطوعة لمصلحة الفريق الهلالي. تعود من جديد للاعب زادو سمير في محاولات، سايدون اللاعب اللي نزل بديل، انطلاقة جزائرية. شوف سيجار، مشروع تسديد، مشروع مراوغ، الكرة تمر على الجهة اليسرى، منتهى الخطورة، كرة خطيرة، خطيرة تمر، جزائرية مرت، تحولت لضربة مرمى في لمحة فيها الخروج على الجهة اليسرى، والمتابعة اللي كانت من المعز لكن مرت لتجد المنطلق والمندفع عبد السلام شريف للعب كرة قوية بالقدم اليمنى، مرت وتحولت لضربة مرمى مع بداية احتساب الوقت المضاف للشوط الأول. كرة تمر بالرأس، تعود واحتساب، مخالفة أيضا لمصلحة شليف الجزائري. الخطأ والتنفيذ مباشرة من الزاوي، الزاوي السمير يلعب الكرة تماما على الجهة اليمنى،
أكثر ما شكل منها خطورة الجهة اليمنى لفريقنا لفريق الهلال على يمين بشة وعلى يمين صالح الأمين. هنا الانتظار، الكرة ملعوبة للأمام، خروج حارس المرمى والتمريرة كانت بعيدة وبعيدة تمر لغانم محمد ليلعب كرة غانم محمد في اللحظات والثواني الأخيرة. خلص الشوط الأول منتصر، رتب الأوراق عبر العودة من الاستراحة. الكرة تمر على الجهة اليسرى وتتحول لتكون مع السنغالي حكم مباراة اليوم. في الإعلان وفي الختام، شوط أول كابتن رشيد، الهلال قدم فيه كل الجميل، نريد أن نكمل المشوار عبر الشوط الثاني إلى أن نلتقيكم.